هللويا هللويا. الرب صالح كل الوقت، ربنا فيه. منو يقول امين؟ ليله مباركه، ليله عظيمه، ليله الرب هيصنع فيها عجائب وعزائم في حياه كل زول. قولوا امين. الكتاب المقدس بيقول شنو؟ بيقول عن الرب انه هو الاله الصانع العظائم والعجائب وحده، فهو يصنع عظائم وعجائب في الحياه بتاعك. قول امين. احنا مبسوطين في الزمن ده ان الرب يدينا ليلة طيبة مباركة مرة تاني، لكن خلينا في البداية كده نغمض عينا، نقفل عينك كده وودي صلوات ربنا، وتعالوا نطلب وجه ربنا في الصلوات. الرب يسمع عندما ادعوه. خلينا كده نسمع الصلاة بتاعنا ربنا. خلينا كده نكورك كل واحد في المكان مكانه حقه ويطلب وجه ربنا. واحنا بنصلي في البداية ده، القسيس بيتر هيقودنا في كلمة صلاة يطلب فيها بركة الرب على اليوم. تفضل أبونا بيتر. Praise the Lord. Praise God. Hallelujah. خلينا نصلي نبا نقمر عيوننا قدام أمام الملك الملوك. إلهنا مبارك أبو ربنا يسوع، بنشكرك ونحزمك يا رب. تعالى الروح الله، خلي الروح الرفرف في وسط بتاعنا يا رب يسوع المسيح. بابا انا اصلي اجل شعبك يا رب، يا رب شعبك طالبين وشك يا رب، في يوم بتاع الليله يا رب، يوم السنوات، يوم عجائب، يوم بتاع المعجزات ابوي في اسم الرب يسوع المسيح. يا رب مكتوب في اشعياء بقول كلمه بتاعي ما بيطلق فارق يا رب ابوي في اسم يسوع المسيح. بابا انا اصلي يا رب اذا الخرمه يا رب يسوع، بابا انا اصلي اللي زال بينور نور بتاع يسوع المسيح كل العالم يا رب يسوع المسيح. بابا انا نصلي من اول القوه بتاعك في يوم بتاع الليله، يوم مختلف، يوم بتاع البركه، يوم بتاع الشفاءات، يوم بتاع المسا يا رب يسوع المسيح. بابا الشعب اللي لسه جاي من طريق انا نصلي يا رب صلى ارجلهم يا رب يسوع عشان نبدا معنا يا رب يسوع، لان مكتوب والسماء اثنين وثلاثه باسمي انا اكون في وسط. يا رب انت قاعد في وسطنا قبال ما جينا هنا يا رب يسوع المسيح. بابا قاعد نصلي يا رب ابدك يا رب القاعد برنامج انا قاعد نصوت في يدك بابا، افوزهم اديو كلمات من عندك يا رب يسوع المسيح. بابا قاعد نصلي كل عازبين ومرنمين يا رب عشان اجيب امامك محتاجين معون من عندك يا رب يسوع المسيح. يا رب كلمه انا ماشيين بنسمعه بعد شويه يا رب ادينا روح بتاع السماء عشان نسمع كلامك يا رب، ما نسمع كلام ناس لكن يا رب يسوع المسيح. يا رب كلمة نور العيا، ما نور بتاع يسوع في يوم بتاع نعرف اسم يسوع. قال نور يا رب يشرق على قلوبنا بابا. يا رب انا نصلي في اسم يسوع. قال يكون اي واحد من يوم بتاع الليلة توقع الله ماشي يعمل شيء جديد. انت ما ترجع زي انت ما جيت في بيتك. ربنا يديك بركة كبير. ربنا يديك قوة في يوم بتاع الليلة. لو انت عيان في يوم بتاع الليلة، لو انت عيان قول يا رب انا ما برجع زي انا ما جيت في بيتي. المره كان يدو 12 سنه انه تزيب ولبى كلهم في مستشفيات، لكن اخذ قرار في بيته. قال يا رب لو جيت لمسته ثوب بتاع يسوع انا بنال الشفاء. اخذ قرار زي ده. انت موتى الشفاء في مرض سنين، انت قاعد تمشي للدكتور، لكن ده يوم بتاع الليله ده، يوم the day is up، يوم بتاع الليله ده انت ما ترجع يعني. هللويا. وهي دواء في شنطه بتاعتك الليل من صلوات يجرى طال دواء ده عشان تصلي قوه بتاع يسوع يكون في شنو؟ امين. شكرا. امين. هللويا هللويا. مره تاني بسلمكم في اسم الرب يسوع، وبسلم على كل زول بيشاهدنا على قناه الكرمة في الزمن ده. ليله مبارك، ليله طيب، عندنا ايمان ان الخمر الجيد الرب ابقيها لينا. ده فرصة ان احنا نعبد الرب ونقدم فترة عبادة وتسبيح مع المرنمة المباركة أريج أكوت والعازف الجميل أخونا دانيال. خلينا نرحب بيهم تحية كبير. انتوا مرحب يا جماعة، انتوا مرحب. هللويا هللويا. الرب صالح في كل وقت. عشان كويس بتاعت ربنا احنا متواجدين في مكان ده في يوم بتاع الليلة. مكتوب انه مجد بيت الاخير اعظم من مجد بيت الاول، فانت موجود هنا، انت ما صدفة ان انت موجود هنا
لكن الله عنده هدف لحياة بتاعك. هللويا. انت لو قاعد تؤمن انت ما هترجع زي ما انت جيت. خلينا نجيب فوق مع بعض واحنا ماشيين نعبد الرب فوق كده. كلمة ربنا في عبرانيين 11 آيات 1 بيقول: وأما الإيمان فهو الثقة بما يرجى والإيقان بأمور لا ترى. هللويا. ده بيعني ان انت خليك مؤمن انه مهما كان مرض بتاعك ده كبير قدر شنو، اننا اله اكبر من كل امراض. هللويا. اننا اله بتاعنا الحي اللي احنا قاعدين نعبده، الاله القادر على كل شيء ولا يعصر عليه امر. هللويا. سلم قلبك لربنا في يوم بتاع ليله وخليك يكون عندك ايمان ان انت ما هترجع زي ما انت جيت. خمد يوم بتاعك في مكان انت موجود فوقه الان وابدا اشكر ربنا بكلمات بسيطه. قول يا ربنا قاعدين نشكرك لانه ده اليوم ربنا صنعه عشانك انت وانا، عشان ما احنا نفرح ونبتحج فيه. هللويا. واحنا ماشيين نعبد الرب غمض عيون بتاعك فوق كده. واحنا ماشيين نرنم بكلمات بيقول: انا بشكر يسوع لانه اله بتاعنا مستحق ان احنا نشكره في كل الاوقات وفي كل الظروف في كل شيء موجود في حياة بتاعنا. Amen. Hallelujah. Amen.
اسم تربنا ابدا اتكلم معه في كده ابدا بارك اسم الله ابدا بارك اسم تربنا كلمة تربنا بيقول بارك يا نفس الرب كل ما في باطن اللي يبارك اسمه القدوس ابدا بارك اسم تربنا ابدا بارك اسمه ابدا بارك اسمه افتح خشمك وابدا بارك اسم تربنا من اجل اعمال الصالح اللي قاعد يسمعه في حياه بتانا من اجل كويس بتاعه في حياتنا من اجل احسانات بتاعه مكتوب انه من احسانات الرب اننا لم نفنى عشان كويس بتربنا انا وانت متواجدين في مكان ده ابدا بارك اسم تربنا ابدا اتكلم معه فوق كده اتكلم مع ربنا اتكلم معه ابدا اتكلم معه قول يا ربنا قاعد نبارك اسمك يا سيدي قاعد نعظمك يا رب على قاعد نعلي شخصك يا سيدي Yes, Lord. Ooh.
الفعل إله بتاعنا إله بتاع معجزات، هو إله القادر يغير كل شيء، هو الإله القادر على كل شيء. المستحيل لدى الإنسان مستطاع لدى الله. قاعدين نؤمن ان حضور الله قد اكتمل في وسطينا، قاعدين نؤمن ان الروح بتاع ربنا موجود في وسط ده. ابدا اشكر ربنا من اجل الروح الموجود في وسطينا، ابدا اشكر ربنا في وقت ده، ابدا اشكر ربنا من اجل العباده.
في اسم يسوع المسيح قاعدين نصلي. في اسم يسوع المسيح قاعدين نصلي. هللويا. خلونا ندي مجد لربنا. هللويا. كم واحد جاهز عشان ما يسبح ربنا فوق كده؟ هللويا. حيث روح الله هنالك شنو؟ حيث روح الله هنالك. انا ما سامع. حيث روح الله هنالك سأسبح ربنا بحرية لأنه إله بتاعنا موجود في الوسط.
يسوع تحية كبيرة. هللويا هللويا هللويا. تفضلوا استريحوا. ربنا صالح كل الوقت. ربنا كويس دايما, بيعمل كل حاجة كويس. حتى لو انت جاي هسا الصلوات, جاي اليوم ده في حاجة كده كعب في الحياة بتاعك, في حاجة ما كويس, لكن تأكد ان الليلة ان ربنا هيطلع من الحاجة الما كويس ده, هيطلع منه حاجة كويس. منو يقول امين؟ هللويا هللويا هللويا. انا نفسي قبل ما اقدم ابويا الغالي الدكتور زكريا, وفي ونس كبير انا داير اقوله عنه, لكن حابب قبل ما نسمع كلمه الله نقفل العينين بتاعنا ونصلي. يلا قفل عينك كده وصلي. والرب ذاته اللي باركنا في التسبيح, الرب ذاته اللي كان حاضر في العباده, هو ذاته اللي هيكون حاضر في الكلمه, وعنده ونس خاصه معك, عنده كده كلام خاص معك. يلا قفل العين بتاعك كده وقول له تكلم يا رب وانا عبدك سامع. الونسه ده يا رب ما يفوت ساكت, الليله ده ما يفوت ساكت كده, لكن انت تعمل حاجه حقيقيه في القلب بتاعك كده. واحنا كده بنصلي, الشيخ رمضان هيجي هنا ويكون بينوب عنا في كلمه صلاه. يلا اسمع الصلاه ده, اسمع الصلاه ده, غمض عينك كده واسمع الصلاه ده ذاته. صلي. أبونا السماوي الإله المبارك, أنت هو أمس واليوم إلى الأبد. قلوبنا تفيض بالحمد وشكر يا ربنا لأجل اليوم اللي أنت خصصته عشان نحن نسمع كلمتك. أنت قلت يا إلهنا إن أراد أحد
أن يأتي ورائي فلينكر نفسه ويحمل صليبي ويتبعني. أهوني نجيناك يا إلهنا من كل أماكن مختلفة، ونحن جيناك بكل حياتنا وبقلوبنا لك أنت. عشان كده يا إلهنا في اللحظة ده أنت تفضل أكلمنا أنت بسلطانك، لأن أنت هو ملك الملوك وأنت رب الأرباب وأنت المتكلم من خلال عبدك المشي يتكلم في اللحظات الجاية. عشان كده يا إلهنا زور قلوبنا وحياتنا، والمس قلوبنا وحياتنا، وحررنا من عبودية إبليس حتى ما نينا نسلم حياتنا وفكرنا لك أنت وحدك، وأنت اللي بتحررنا يا إلهنا. استلم عبدك المتكلم ويتكلم من خلاله ونحن سامعين، في شخص الرب يسوع المسيح ولك كل المجد. آمين. هللويا هللويا. رب صالح كل الوقت. أنا عايز كده تسلم على الزول اللي جنبك وقول له في بركة الليلة دي. الليلة دام عليه ساكت كده، لكن الليلة عظيمة في اسم الرب يسوع. هللويا هللويا. أنا ما سامع يا جماعة. هللويا هللويا. برايز ذا لورد. الليلة أنا داير أقدم أبويا دكتور زكريا ستورو. دكتور زكريا كل الناس بيعرفوا من اللحظة اللي شافوا الصورة بتاعه في الدعوة. رسائل بيجيني 200 يجي دكتور زكريا، 200 يجي دكتور زكريا. دكتور زكريا موجود معنا الليلة والرب يستخدمه. وأنا داير أنا طبعا الشهادة بتاعي مجروح في الدكتور زكريا، لأنه هو أبويا وهو العلمني الخدمة وهو العلمني الكرازة. وأنا ذاته لما بديت أخدم خدمة السودانيين إخواني هنا في مصر، هو كان أكتر زول بيجيف ورايا ويقول لي كمل كمل، ربنا معاك، أنت ما ساكت، أنت ما موجود كده براك، ربنا معاك. وكان بيصلي عشان الشديد، وأنا مبسوط في الزمن ده أكون بقدمه. خلينا نحيي تحية كبير. هاليلويا. مساء الخير. يعني فرحان فرحان، فرحكم فرح حقيقي، يعني مش بتفرحوا مش كده وخلاص، بتفرحوا. المصري بتاعي مفهوم ولا مفهوم؟ كله كله كله. طيب ممكن نقف مع بعض، نجيف مع بعض ونقرأ بعض الآيات من سفر الملوك الأول وأصحاح 17. سفر الملوك الأول أصحاح 17 في العهد القديم، وهنقرأ من عدد 1 لعدد 7. الملوك الأول أصحاح 17 من عدد 1 لعدد 7. وقال إيليا تشبي من مستوطني جلعاد لأخاب: حي هو الرب إله إسرائيل الذي وقفت أمامه، أنه لا يكون طل ولا مطر في هذه السنين إلا عند قولي. وكان كلام الرب له قائلا: انطلق من هنا واتجه نحو المشرق، واختبئ عند نهر كريث الذي هو مقابل الأردن، فتشرب من النهر، وقد أمرت الغربان أن تعولك هناك. فانطلق وعمل حسب كلام الرب، وذهب فأقام عند نهر كريث الذي هو مقابل الأردن، وكانت الغربان تأتي إليه بخبز ولحم صباحا وبخبز ولحم مساء، وكان يشرب من النهر. وكان بعد مدة من الزمان أن النهر يبوس لأنه لم يكن مطر في الأرض. آمين. اتفضلوا أماكنكم. يعني أنا لو اديت فرصة لكل زول وكل أخت أنها تقف مكاني وتحكي اختبارات، أكيد كل واحد فيكم وكل واحدة ليها اختبارات كتيرة، إزاي وصلت إلى مصر وإيه الحاجات الكتيرة اللي مرت بيها. يمكن في ناس في الرحلة وإحنا جايين اختفوا، ويمكن في ناس انتهت حياتهم في السودان مش حصل برضو. ولكن وعلى فكرة مش الناس اللي انتهت حياتهم
هم وحشين واحنا لا، هو كده ربنا إله النعمة وبيحتم كل شيء. فعلشان كده احنا بنشكر رب انه أبقانا وأوصلنا إلى هذه المحطة. مين يقول أمين؟ كل واحد فينا ليه اختبار. أنا بصراحة العادة اني يمكن لو تسمعوني بوعظ هتكلمكم النهاردة عن الابن الضال، هكلمكم عن المرأة نازفة الدم اللي حكوا عنها، يعني وعظة تبشيرية كرازية. لكن وانا جاي صوت ربنا قال لي اتكلم في الجزء ده علشان يمكن او اكيد ان في واحد او واحدة زول او واحدة حاضرين شايل الهم. عامل ايه؟ فاهمين الكلام؟ يعني ايه شايل الهم؟ يعني ادينا جينا السودان، من السودان لمصر، وحتى مصر الدنيا بقى فيها غلاء، والدولار ما هو الدولار غلي عليكم وعلينا، يعني ما هو انتوا برضو هنا نفس الوضع، والدولار غلي والاكل قليل، وقدمنا في المفوضيه، مش بتجاوبوا في المفوضيه علشان تجينا هجره لفين انتوا قدمتوا؟ بتقولوا يعني مثلا عايزين نروح كندا، عايزين نروح اوروبا، عايزين نروحها. بس انا في اي سفاره بروح بلاقي سودانيين بيروحوا يقدموا انهم، ولا السفاره ردت علينا ولا المفوضيه ردت علينا والموضوع طول. صدقني انا وانا جاي صوت ربنا بيقول لي اقرا واحكي معاكم القصه دي اللي يمكن لو بصيت على اليوتيوب مش هتلاقيني وعظت فيها خالص قبل كده، علشان خاطر ربنا عايز يبعت رسالة سلام، رسالة طمأنينة وسلام لكل واحدة واحد خايف. وانتوا واجهتوا فعلا صعوبات كثيرة كثيرة كثيرة. لو كل واحد حكى قصته زي ما بقول لك يكتب كتب، صح ولا لا؟ يعني ابقى كذاب لو قلت لك انا حاسس بيك، انا عارف اللي بتمر بيه شويه، بس واحد بس اللي حاسس بيك اسمه الرب يسوع المسيح اللي مكتوب عنه في كل ضيقاتهم ايوه تضايق. يعني لما انت تتضايق هو يتضايق، بس الناس لما تتضايق يعني ممكن تحكي لي قصتك اقول يا حرام. بس في مثل مصري ما اعرفش في السودان موجود ولا، يقول لك العين بصيره، ايه ده عندكم يعني؟ العين بصيره والايد قصيره. انا متعاطف معاك بس ما اقدرش اعمل لك شنو، ما اقدرش اعمل حاجه. لكن انا بصلي النهارده ربنا يسندك عليه. مين يقول امين؟ بصلي هللويا هللويا هللويا. اشكر الله ان انا سمعت كلام الرب وخضعت لهذا الصوت اللي جاني ربنا. وعلى فكرة في حاجات عظيمة هتحصل في حياتك في الفترة القريبة اللي جاية. أمين. وعلى فكرة أنا مش يعني بقول كلام بدغدغ المشاعر يعني كلام كده عشان تنبسطوا، لا لا، أنا بقول لك دي رسالة الرب وصوت الرب ليا. الرب هيحلها من عنده من فوق، هيحلها من عنده من فوق. في آية حلوة بتقول ملقينا كل همكم عليه. كان في ملك شرير اسمه أخاب، اسمه مين؟ ومراته أشر منه، ده ما فيش زيها في الدنيا دي، ست قادرة. مين حد فاكر اسمها ايه؟ اسمها إيزابل. اسمها مين؟ وهي اللي كانت بتحركه. انتوا عندكم غلط اقول كده، يعني عندكم في السودان لا، مين اللي يعني كلمة مين اللي تمشي؟ كلمة الراجل ولا كلمة المرأة؟ هنضحك على بعض. انا خلي بالك انا رحت السودان 14 مره، يعني مش علشان انا بوعظ، لا، رحت وقابلت في كل قارات العالم، قابلت السودانيين واقمت عندهم وخدمت في بلاد كتيره، فزي في كل حته في الدنيا. مين اللي كلامه بيتسمع؟ يعني هو الكتاب بيقول ان الراجل، وده كلام صح، هو راس الايه؟ المرأة، والمرأة هي الجسد. ولكن في آية بتقول الله قال لإبراهيم اسمع لكلام سارة مراتك في كل اللي تقولولك بخصوص أمور البيت.
فمفروض احنا الاثنين نتناقش، بس لما يعني الامور تشد هي تكون خاضعه كده وتقول له خلاص انت لانك انت الراس، انت اللي ايه تقول وربنا هو الراس الكبير. مين يقول امين؟ المهم يعني كانت الست شريره قوي قوي، اسمها مين؟ حتى في سفر الرؤيا ايزابل، دي روح ايزابل ده شرير، روح موجود لغايه دلوقتي، روح شيطاني يعني اللي هو يخلي يعني نجاسه زنا وكمان يهدد المؤمنين. ما هي هددت مين بعد القصه دي في الاصحاح اللي بعد اللي جاي؟ هدت ايليا وقالت له اقتلك. وايليا ده كان رجل عظيم جدا، بس روح ايزابل فظيعه قويه، هو كان تعبان مجهد لانه جري كتير جرى كتير فخاف. فاكرين القصه دي؟ وراح تحت حته كده تحت الرتمه وقال لربنا انا خلاص كفايه كده، الست دي هتموتني يا رب وانا عايز اموت، موتني انت ما تموتنيش. ومين موته؟ ربنا ولا ايزابل؟ مين موت ايليا؟ ربنا ولا ايزابل؟ ايليا ما ماتش، ايليا طلع حي السماء يا عمي. هو غلط وكان ضعيف وطلب الموت، بس ربنا قال له اللي زيك ما يموتش، هاخده السماء حي. اتنين بس طلعوا السماء حيين، مين هما؟ اخنوخ وايليا. فهو ما ماتش وطلب الموت لنفسه، بس ربنا قال له هاخدك ايه، خطفه في مركبه كده من نار في السماء. طيب المهم ان اخ ايليا ده كان غريب، وانتوا هنا في مصر برضو مالكم، هي بلدكم الثانيه بس غرباء. فهو كان مستوطن، يقول لك من مستوطني جلعاد، يعني كان غريب تمام، وما نعرفش مين ابوه ولا مين امه ولا نشأته ولا. فجاه كده ظهر وراح للملك الشرير اللي اسمه مين؟ أخاب. ومراته كان اسمها ايه فاكرين؟ هو راح لأخاب قال له حي هو الرب الذي انا وقفت امامه، السما دي اتقفلت وحطيت المفتاح في جيبي كده، مفتاح ايه؟ مفتاح السما صدقني. وفي رسالة يعقوب في العهد الجديد يقول إيليا كان انسانا تحت الآلام مثلنا، فصلى صلاة الله تمطر فلم تمطر كام؟ 3 سنين و6 أشهر. وبعدين برضو راح فتح بالمفتاح قال خلاص يا رب افتح، راح المطر نزل. يا بوي ده انسان عادي؟ ايوه انسان تحت الآلام مثلنا، بس كان رجل ايه؟ رجل صلاة، رجل ايه؟ يا ترى في البيت على فكرة اكتر جنسيتين كانوا مشهورين بالصلاة في المسيحية في الفترة اللي فاتت السودانيين والكوريين. بس صدقني أنا كنت يعني كنت بعرف سودانيين بيصلوا 5 ساعات في اليوم ركعين، ما عرفش دلوقتي إيه اللي هي كان سنة ما رحتش بتصلوا ولا الترنيم حلو بتترنموا فرحانين حلو، بس بتصلوا كمان زي كده ولا لا في البيت؟ ربنا شاهد، ربنا شاهد علي وعليكي يا شقيقتي. عارفة يا شقيقتي يعني كأن إخوات احنا. فصلى وقال الكلام ده وربنا قال له إيزابل هتقتلك وأخاب روح اختبئ. اختبئ يعني ايه؟ انت تعرفوا الدسة دي؟ طب يعلم ربنا الدسة دي مش موجودة في القاهرة بس موجودة. انا من نجح حمادي في الصعيد، الصعيد لغتهم الظاهر زي السودان. الدسه دي انا لو قلتها لقاهري من القاهره ما يعرفهاش، بس ايوه انا عندنا الدسه دي. روح اعمل ايه؟ روح الدسه في حته عند نهر اسمه كريت جنب الاردن كده. قال له ماشي. قال له تشرب من النهر؟ قال له حاضر. طب ولك؟ قال له ده انا هنغنغك، عندكم كلمه فهم مفهومه؟ هنغنغك يعني هدلعك، هعشيك وفطرك اسمها ايه بالسوداني دي يعني واحد. لا 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 واحد يعني عايش في عز كتير اكل صبح واكل لي. وايه ده بياكل لحمه الصبح ولحمه؟ انا ما اقدرش يعني، يعني ما اقصى حاجه اكل لحمه الظهر يعني بصراحه. ممكن الصبح اكل فول، انتوا ما اعرفش بتاكلوا فول ولا لا،
وبالليل اكل بيض او بيتزا. بتاكلوا بيتزا؟ ما هو يا اخي ربنا دلعه. تعرفوا كلمه دلعه؟ دلعه موجود. دلع كرمه يعني، كرمه جدا. قال له هجيب لك غربان. طبعا حاجه غريبه جدا، عارفين الغراب؟ غراب قاك قاك كده. والغراب ده قاسي جدا حتى على اولاده. يقول لك فراخ الغربان اما بياكلهاش، يعني الحمام او العصافير بياكلوا عيالهم. شفتوا الغراب يبيض البيضه وتفقس ويسيبها، قلبه قاسي. وربنا هو اللي يرتب الاكل. يعني الطفل بتاع الغراب الصغير يروح ربنا بعت له حاجه في بقه ويعيش. فالغراب ده ما بيعتنيش بعياله، يعني قاسي ولا كويس؟ قاسي. وبالمناسبه يعني حسب الطيور في لوين 11 كان ممنوع يتاكل لانه حيوان نجس. يا ابوي بتاع 10 غربان الصبح ويروحوا يجيبوا ايه؟ اكل. ايه بقى؟ 5 منهم عيش خبز. خبز انتوا ايه الخبز في السودان؟ ايه نوعه اللي في السودان؟ كسرة. كسرة بتكون سخنة لسه طالعة من، انا ما اعرفش بيجيها منين. سخنة ايه؟ الكسرة حاجة تانية يا عم. خبز صح؟ عيش يا عم، عيش. خبز وعيش الصبح وانواع، يعني كايزر والفينو ده اللي هو الطويل، ويغير له علشان ما ومرة في ردة ومرة في كده. وسخن طالع من الفرن، ويجيب له لحمة برضه، بس ايه، مرة يجيب له فراخ، مرة يجيب له كباب، مرة يجيب له كفتة، انا ما اعرفش منين برضه، مرة يجيب له شاورما. انتوا تاكلوا الحمام ولا ما تاكلوهش؟ في السودان يا ما ياكلوش الحمام. بتاكلوا حمام؟ انا احب الحمام جدا. اكل يجيب له حمام، يجيب له بط، لحوم، سمك. يا اخي حاجه غريبه جدا. وكل يوم اول ما يصحى كاك يروحوا جايين عنده وما يخافوش منه. يروح يقول له وهو ايليا اصله قوي بيجري كتير وبتاع رياضي يعني، فيجيب له مثلا في الصبحيه 10 ترغفه، 10 عيش، وحوالي 2 كيلو لحمه. يعني متعب عليه بصراحه. ممكن يعمل له حاجه اسمها النقرس، عارفين الجوت ده؟ ويمكن مع الحكايه دي اكيد يروح غراب يبعت له مثلا قرن فلفل شطه، علشان انا بحب السبايسي. وبامانك صدقني دلعه دلع. ويشرب من نهر ايه؟ الكريت. المهم بعد فتره حصلت مشكله كبيره. ايه المشكله الكبيره؟ ان الغربان ما جاتش. صح؟ لا، هو يعني انت لو من ايليا، انت لو من ايليا تخاف من ايه؟ لا، انا بصراحه عمري ما اظن ان النهر يجف. يعني نهر النيل، يعني انت حاط في بطنك بالمصري، حاط في بطنك بطيخه مطمن يعني. يا عم النهر قاعد. بس كل خوفي، كل خوفي منين؟ من الغراب الخطاف ده. بدل ما يجيب لي الكباب وكفته، عارفين السيخ بتاع الكباب؟ يروح ياكله. ولا مره الغراب تراجع، شامم ريحه الكفته والكباب اللي جايب. وبص، والخبز السخن سندوتش. قال له الغربان تعمل ايه؟ تحولك. ايه اللي اتغير، الغراب ولا النهر؟ انتوا معايا ولا فاهمين الكلام بتاعي؟ ايه اللي وقف، النهر ولا الغراب؟ النهر. تخيل النهر راح، النهر نشف. ايوه نشف. راح ربنا قال له لا، علشان ما تحطش عينك على المنظور. انا مش عايز اصعب عليكم، بس هي المعنى كده. انت كنت مطمن اتكلت على ايه؟ على النهر. انا هشيلهولك. ليه كده يا رب؟ يعني انا اقصى، انا جاي من السودان وفي مصر، وكمان حاجه توقف هي ناقصه؟
والراجل عقد لك الورقة وانت اداياك، فاكر؟ فاكر الورقة اللي كانت عقدها لك ليه يا رب؟ علشان لي خطة عظيمة في حياتك. قول امين. هيعمل عمل عظيم معاكم. قول امين. مش هيسيبكم ابدا. قول امين. وده قال له كفاياك كده من نهر كريت علشان اللحمة، ليك كذا شهر تاكل لحمة وعيش وبتاع. النقرس اليوريك أسيد زاد. أنا هوديك حتة تاكل معجنات. فبعته فين؟ بعته حتة اسمها صرفة صيدا، وفي واحدة ست هناك كانت تعمل له كعك. اسمه كعك عندكم؟ كيك؟ المهم يعني دقيق وزيت، مرة تعمل له كعك، مرة تعمل له بيتزا، مرة تعمل له فطير. تعرف الفطير؟ قال أيوة، أنا بصراحة تجلت عليا اللحمة، الغربان جابوا لي كميات لحمة خلاص اتبشمت فيها تعبت. كويس المعجنات دي، وربنا اعتنى بيه لغاية ما خده حي. فين؟ وأنا أكلمك في ثلاث كلمات بسرعة بسرعة. الكلمة الأولى عن المصلي الجبار. المصلي ايه؟ الرب يخلي منكم رجال صلاة وأخوات مصليات. مين يقول أمين؟ وبأمانة أنا لما سافرت السودان كتير أكتر حاجة تأثرت بيها الصلاة بتاع السودانيين، وأيضا في أماكن كتيرة في العالم، في قارات العالم الستة رحت ولقيت السودانيين مصلين حلوين. في آية كده في سفر إنجيل لوقا وأصحاح 18، أسف أصحاح 11، التلاميذ قالوا المسيح، اسمع الآية بتقول إيه؟ يا رب علمنا أن نصلي. قول ورايا، يا رب علمنا أن نصلي. قولوا كمان، يا رب علمنا المصلي الجبار. وهتكلم كلمة عن عناية لا تتأثر بالأقدار. يعني عناية ربنا ملهاش دخل أنت في مصر ولا في السودان ولا هتروح أمريكا. تاخد البركة من ربنا ولا من المكان اللي انت فيه؟ هل امنت بكده؟ هل عينيك مثبتة على الكبير؟ مين الكبير؟ انا انبسطت قوي من الترنيمة اللي بتقول هاير هاير، ارفع في يسوع. فين؟ فوق فوق فوق. والآية الترنيمة التانية اللي بتقول ستجسو، يعني مترجمتها باسم يسوع كل ايه؟ ركبة. ممن؟ في السماء ومن؟ على الأرض ومن؟ فعناية ربنا مش هتوقف أبدا. مرة بالغراب، مرة بالنهر، مرة بأمراض صرفة صيدة. مش مهم الطريقة، في ترنيمة مصرية يعني مشهورة دلوقتي بتقول كل مرة بشوف إيديك قوية وقديرة، سلطانك ملهوش حدود وحلولك كتيرة. يعني مش لازم يحلها لك بالطريقة اللي انت، يعني انت تقول انا الحل الوحيد بتاعي ان السفارة، ان المفوضية توديني كندا. مين قال؟ يمكن رب يفتح لك باب تاني غير اللي في مخك خالص، ويكون ابرك وافضل ليك ولعيالك من اللي انت مخططه. صدقني انا بكلمك، انا الوعظة دي ما وعظتهاش قبل كده على فكرة. انا وانا جاي ربنا قال لي اتكلم في الموضوع ده. يبقى عايز اتكلم عن مصلي الجبار وعن الكرم الذي لا يتأثر بالأقدار، ثم عن الشبع باستمرار. ازاي تكون شبعان باستمرار؟ واقصد مش بس شبع جسدي، لكن شبع ايه؟ روحي داخلي. مش هطول عليكم اتكلم. الكلمة الاولى عن مصلي الجبار، إيليا كان رجل الصلاة. يقول في رسالة يعقوب كان إيليا انسانا، لانه الناس قالت عليه ده ملاك، مش ممكن يا عم انسان يبقى كده. لكن بيقول كان ايليا ايه؟ انسان، يعني لحم ودم زينا. كان ايليا انسانا تحت الالام مثلنا. كلمه ايليا معنى اسمه الله الهي. فاكرين طبعا المسيح على الصليب لما قال الهي الهي لماذا تركتني؟ فالناس اللي سمعوا ظنوا انه ينادي، لان كلمه ايليا هي نفس كلمه إلهي، يعني معنى اسمه الله إلهي.
وانا نفسي يا بنتي ويا اختي تقولي انا متكلة على الرب بس. مين يقول امين؟ خليكي اسمع على مسمى الله الهي. يعني بيقول كده توكل على الرب بكل قلبك وعلى فهمك لا، فهو معنى اسم إلي يعني ايه؟ انا واثقه في ربنا، انا متكل على الله مش متكل على البشر المتغيرين، حتى لو منهم ناس كويسين على فكرة. اتكل على مين؟ توكل على الرب بكل. ثم كان رجل صلى، ثم كلم مع الملك قدام الناس، ما خافش، كان شجاع جدا، وكان غريب من مستوطني جلعاد. كلمة جلعاد مكان هناك يعني في البلاد بتاعتهم، كلمة جلعاد معنى صلب ناشف. وطبعا لو في مرة تاني نتكلم عن الجلعاديين، حد يفتكر حد جلعادي في الكتاب؟ يبقى شاطر. يعني إيليا ده جلعادي من جلعاد. جلعاد يعني سوء، يعني زي الصعايدة عندنا في مصر، عارف يقول لك ده صعيدي. عارفين يعني صعيدي؟ في السودان برضو أكيد في مناطق كده الناس بتوعها اللي هم لا لا مش متكبرين، شداد يعني جلعاديين. أيوة هو ده قوي يعني. مثلا واحد اسمه برزلاي الجلعادي، فاكرين اللي مع داود؟ المهم نعم، يفتاح الجلعادي وإليه ده جلعادي. يعني جلعادي يعني في ناس أول ما الظروف تعمل يقولك يا عم ما فيش ربنا ولا بتاع، كتبوا علينا الجثث وقالوا في ربنا، فين ربنا يا عم؟ مدينة مرمين. ده جلعادي ده ولا مش جلعادي؟ لا ده مش جلعادي، ده مش ثابت في ربنا. يقول الكتاب اظهروا اثبتوا في الإيمان كونوا رجالا تقوا، مش رجالة وستات، يعني رجالة يعني ايه؟ كون شديد، تأكل على الله. مين يقول امين؟ فهو كان من جلعاد وكان معنى اسمه الله إلهي، وكان في عبارة قالها كده، قال حي هو الرب الذي أنا واقف أمامه. وفي واحد بعده اسمه أليشع برضو كان يقول حي هو الرب الذي أنا، ما عدا واحد اسمه جيحزي ولا مرة، جيحزي اللي حاول يسرق الفلوس من عمره واقف قدام ربنا. إليا صلى صلاة، ربنا عمل ايه؟ قفل السماء. وصلى صلاة، ربنا فتح السماء. هو صلى الصلاة دي لان طبعا الشعب بعد عن ربنا، وفي ايات في سفر اللاويين والتثنية بتقول لو الشعب زاغ انا هقفل السماء. راح هو قال له نفس كلامك يا رب، يعني مش هو ألف من مخه، لا هو كان دارس لايه؟ فدارس لكلمة الله، واقف قدام الله. وبهذه المناسبة انا عايز معلش افضي هسأل، بتقعد قدام قراية الكتاب كل يوم كام دقيقة؟ أنا عارف إن السودانيين يحبوا الترنيم صح، بس هل تحبوا الكتاب؟ مش هقول مين يرفع إيده، بس أنا عايش مع المسيح لي 49 سنة، كل مرة جربت الكتاب كل مرة بعدت عن الخطية، كل مرة بعدت عن الكتاب كل مرة جربت الخطية. في آية بتقول خبأت كلامك في قلبي لكي لا. وعلى فكرة عندك آب في على التليفون تقدر تقرأ منه الكتاب وتسمع منه بالعربي، ما عرفش الراجل اللي بيتكلم اسمه عادل النصحي في مسموع، كتاب المسموع صدى حماية أبو مراتي، فده مهم جدا طبعا عشان مراتي صحيح حماية بجد هو اللي بيقرأ ده، فعشان كده أنا لازم أعمل دعاية عنه. أمال يعني أنت هو أنت بتهيلك إن أنا بعمل دعاية عشان تقرأ كلمة الله؟ لا أنا علشان أتكلم عن حماية وأنتم لا 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 لا. هو السودانيين عامة، ولو بيشاهدون الناس في السودان أو في جنوب السودان أو السودانيين في أي مكان في العالم، رأيي الشخصي من خلال إن أنا سافرت السودان كتير، أكتر احتياج للسودانيين هو انهم يقعدوا اكتر ساعات قدام الكتاب. شخصيا يعني مش بتكلم على دراسات انك تاخد كورس مش لا، انت في بيتك كل يوم ما يمرش يوم ما تقراش 3-4 اصحاحات.
يعني الكتاب المقدس ده لو قريت 3 أصحاحات منه في اليوم هتقراه مرة فين؟ في السنة. ومفروض ما يمرش سنة ما تكونش قريته. ده جواب بعته لك ربنا. إيليا المصلي الجبار، أول معنى اسمه، ثم كان غريب، ثم كان رجل صلى وقفل السماء وفتحها، ثم طلب الموت لنفسه لكن ربنا أخده إيه؟ حي. كل الكلام الحلو ده. في ترنيمة قديمة عندنا في مصر، أكيد في السودان في شبيهة، بتقول لما أكون تعبان أروح لمين؟ أنت اللي تريحني يا يسوع أركع. لما أكون مريض أروح لمين؟ يا جماعة عايزين إخوة أخوات رجال صلاة مين يقول أمين؟ ودي النقطة الأولى، المصلي الجبار. أصلي من كل قلبي أن يقيم الرب من الأخوات والإخوة دولة رجال صلاة ورجال الكتاب المقدس. مين يقول أمين؟ يعني بقول لك هو واقف قدام الله، ولما قال حي هو الرب السماء اتقفلت، كان مش بيقول كلامه بس، لأنه كان بيقول كلام مبني على كلمة الله، المصلي الجبار. لكن أتكلم كلمة تانية سريعة عن العناية اللي هي بتاعت ربنا، ما بتأثرش بظروفك أنت في مصر ولا السودان ولا بتاعت أمريكا. وعايز أقول كلمة جات حالا جوا قلبك، ليكم جرائب، جرائب صح، جرائب يعني كازن سؤال اسمها جرائب صح، ليكم جرائب طلعوا، يعني اللي راح أمريكا مش ليكم جرائب، واللي راح أوروبا ألمانيا والسويد في بلاد كتير، واللي راح كندا، واللي راح نيوزيلند، واللي راح أستراليا والبرتغال وغيره، بيبعتوا لكم صور، بيبعتوا صور على الواتساب وعلى الفيسبوك، وتلاقيه واقف قدام عربية كده وبتاع. خلي بقى أنا بقول لك دي مش مجهزها، هي جات في الحال. والشيطان يقول لك أصلك أنت متعوس. أيوة بأمانة الشيطان ده كذاب وش نكد. أصلك أنت منكحوس، حتى ما عندكش عجلة بسكليتة. شايف البيوت؟ شايف الفرونت يارد والباك يارد فيها شجر وفيها فاكهة، وانت قاعد لي في مصر هنا في عين شمس، ده انت وشك امام الله الشيطان اللي بيقول لك كده. عارف ليه؟ عايزك تتزمر. عايزك تعمل ايه؟ يعني ايه تتزمر؟ فاهمين الكلمه؟ توف. يعني اشمعنى يا رب هم يسافروا ليه؟ طب ده انا كنت اصلي اكتر منها، وهي دلوقتي ده لابسه فستان، الفستان اللي جايباه اسمه فستان ايوه الفستان اللي جايباه حوالي ب $500، يعني اضرب بقى في السودان يحلني. اوعى تتذمر. في ايه بقولها لك بامانه مش مجرد نازل اخر، اشكروا في كل حين على انا على فكره مش جاي مجهز وعظه، انا كل اللي ربنا بيحطه في قلبي بقوله لكم كده، ولو الكلمه خبطت حد يبقى قاصد. مين يقول امين؟ زعلان انت عشان هم سافروا وانت قاعده؟ يا ستي الرب قال لي اقول كده، حصل ولا ما حصلش؟ طب مين يقول له شكرا ليك يا رب، شكرا ليك على كل احوالي الحلوه والمره كمان، انا بشكرك دايما وعلى كل شيء لان عنايتك بيا مستمره. شوف ربنا اهتم بشربه اول حاجه، قال له روح عند نهر اسمه كريس واشرب. ويا رب انت خارج السماء والارض، ربنا كبير قوي قوي، السماوات تحدث الله كبير، تهتم بحته راجل يشرب ايه؟ قال ايوه ده حبيبي. على فكره ربنا مهتم بيك شخصيا، صدقني ليس الكذاب يقول لك ربنا نسيك. في آية في سفر أشعياء قالت صهيون إن سيدي إيه نسيني. شوف يقول لك الآية الحلوة دي، هل تنسى المرأة الست اللي بترضع دي؟ ممكن تنسى يجوز، هو لا طبعا كلامكم صح، بس حتى هؤلاء ينسي يعني يمر. ممكن أنا
ابني بيشوفني في كندا دلوقتي يعني بعت لي قال لي انا شايف الترنيم وبتاع وهو في سنه شفع زي الواد ده حطيته في الاجتماع وكنت مستعجل ومشيت وهو عارف القصه ورجعت مراتي الكنيسه كان جنب البيت فين الواد قلت له الواد انا نسيته في الكنيسه والمهم كانوا جاء امام اليوسف كانوا جاء ورحت طبعا لقيته نايم فتحت الكنيسه ايوه يحصل ننسى بس ربنا ممكن ينسانا حتى هؤلاء ينسين اما انا لا انسى اهتم بشربه قال له تشرب الميه دي قال له حاضر بعد الميه مهمه طبعا الميه مهمه جدا انسان يقدر يعيش من غير اكل فتره بس ما يقدرش يعيش من غير ميه اكتر من 3 ايام مثلا فبدا بالميه قال له تشرب الميه دي قال له تمام طب والاكل قالوا الأكل هبعته لك مع الغربان. بصوا يعني أنا كاتب حوالي عندي لو مرة حد بعت لي على الواتساب يمكن 20 أو 30 معجزة في حكاية إن الغربان يجيبوا أكل. يعني دي كوكتيل معجزة يعني فاهم دي معجزة ملتبلا يعني معجزة مركبة. ليه؟ قول لي ليه؟ لا أنت تفكر معايا وأنا أنت احكي معايا. ليه غريبة ان الغراب اللي يجيب له الاكل واللحمة واللحمة والخبز العيش نعم اولا لانه قاسي القلب فدي معجزة ايه كمان وبيحب اللحمة برافو عليك مفروض يبلعها يعني انا معرفش الغراب وازاي الغراب يتدرب على كده ايه كمان نعم يفكر في نفسه وفي بيته صح سيلفش ايه كمان برافو عليك من وين بيجيبها ومنين بيجيبها جاهزه صح ايه كمان الطبيعه ياخد وما يديش بقول لك حوالي 20 نقطه الغراب رمز للدمار يعني يقول لك تتملي الغربان في الحتت المدمره الغربان والبومه وكده ولكن الغراب هنا بدا يجي في اماكن معموره ويساعد حاجه غريبه جدا ثم استمراريته تايمر يعني ربنا عمل لرجل الغراب تايمر عارفين التايمر اللي هو الساعة دي تيت 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 أول ما الساعة توصل 7 الصبح رجل الغراب ترن تنت يفتكر روح بسرعة جايب الايه أول ما 6 بالليل تيجي تيت عمل له تايمر يعني الغراب مظبوط صبح وليل ايه يا عم ده شكرا ليك يا رب هسأل سؤال ومش هطلب من حد إلا مين اختبر إن الظروف خلت ربنا يبعت له خير مع أسوأ الناس اللي زي الغربان مين الغراب بعت له أكل مرة مين ربنا اعتنى بيه في مواقف كان صعبة جدا جدا أنا مرات كتيرة كنت في الظروف بعت لي ربنا مش لازم غراب حرفي يعني بس ظروف زي الغراب ربنا وقف معايا وساعدني مين يقول امين في ايه بتقول كنت فتى وقد شخت ولا مرى صديقا تخلي عنه ولا المسيح قال صراحه ما تهتموش بما تاكلون وبما هذه كلها تطلبها اطلبوا اولا وقال حاجه هختم بيها الجزء ده واتكلم كلمتين عن النقطه الثالثه واصلي معاكم قال تاملوا الغربان فاكرين في آية كده في إنجيل ما تأملوا لإيه الغربان لا بتزرع ولا بتحصد بس ربنا بيعتني بعيالها وبيها وإحنا كمان جينا في البلاد الصعبة دي يمكن عندنا ظروف مش لاقين شغل يمكن ما عندناش رخصة نشتغل يمكن الدنيا بتضيق علينا تأملوا الغربان الرب النهاردة صدقني مش أنا بيوعدك إني في آية عظيمة بتقول الله لا يجيع نفس الصديق قولوا معايا الله لا يجيع نفس الصديق وفي آية تانية بتقول يملأ إلهي أيوة كل احتياجكم بحسب غناه في المجد كلمت كلمة عن المصلي الجبار وتكلمت كلمة عن كرم لا يتأثر بالأقدار بس هكلمك كلمة مهمة وهي أهم كلمة عن شبع وارتواء باستمرار الغراب
كان ليه فتره، ونهر كريس كان ليه فتره. قلت لك هو ايه اللي اتغير الاول، النهر ولا الغراب؟ انتوا معايا؟ ايه اللي اتغير ليه؟ أجف ليه؟ إيه الفكرة الروحية للموضوع؟ علشان ربنا ما يخليكش تتكل على مصدر بشري. يعني افرض ما بيجي لك دعم من حد، يقول لا بصراحة أشكر ربنا، ده أنا ليلة فلان ده أو ليلة الهيئة دي ده أنا كنت مت من الجوع، ما حدش يزعل مني، بس ممكن يقفلها لك. ليه يقفلها لك؟ أيوه، علشان تعتمد على مين؟ ممكن نهر كريس يجف. خلي عينيك على مين، خلي ثقتك في مين، وخليك قوي، خليك واثق ان الله مش هيسيبنا ابدا. هل تنسى المرأة رضيعة فلا ترحم ابن بطنها؟ حتى هؤلاء ينسين، اما انا فلا انسى. لكن كان بيتغير الوضع لغاية ما راح الارمال تصير في الصيدة، وبدأ كوار الدقيق لا يفرغ وكوز الزيت لا ينقص زي ما انتوا عايزين. لكن انا عايز اكلمك النهاردة عن موضوع أهم من شبع البطن وارتواء المية. في داخل قلبك، يعني الإنسان متكون، ركزوا معي، مين مركز معي معلش يرفع ايده، أنا ده أيوة خالص. حسب تسالونيك الأولى 5، الإنسان في نفسه وروح وجسد. في إيه؟ الجسد بتاكل لحمة وبياكل خبز وبياكل ايه الأكلة الشعبية في السودان الحلوة؟ عصيدة، كسرة، وهكذا. ده الجسد يأكل الحاجات دي. النفس يقول لك أنا بحب أرفه، مثلا أسمع مزيكا، عايز أسافر أصيف، حاجات كده. أما الروح مين مركز معايا؟ الروح اللي هي خلقة ربنا ده نفخ في آدم فصار آدم، ما يشبعهاش إلا واحد وحيد. يا رب افتح كل عين النهاردة. الرب يسوع في يوحنا 6:35 قال أنا هو خبز الله النازل من السماء الواهب حياة العالم، من يقبل إلي فلا يجوع ومن يؤمن بي فلا يعطش أبدا. الزنا، المخدرات، السجاير، أفلام النجاسة، المريسة، كل الحاجات دي مش بسبب جوع الجسد. يعني ممكن ناس يكونوا شبعان جدا جسديا ويشوف افلام نجاسة على الموبايل او الحاجات دي سببها جوع الروح. جوع ليه؟ اريكم ركزوا معايا دقيقتين دول وصل. جوع الداخلي الروح. في آية عايزك تكون حافظها بتقول النفس الشبعانة تدوس العسل وللنفس الجائعة كل مر حلو. لو انت شبعان بالمسيح داخليا، لو العالم قدم لك كل النجاسة والخطية على طبق من ذهب، هترفضه زي يوسف وتقول كيف أصنع هذا الشر العظيم وأخطئ إلى الله. بص يا ابني ويا بنتي ويا أختي ويا أخوي، كل مرة أنا أو أنت وجعنا في خطية، ده معناته إن أنا روحيا جعان، مش نفسيا ولا جسديا. فواضح كلامي؟ الابن اللي كان ضال، عارفين قصة الابن الضال؟ كان يشتهي أن يملأ بطنه منين؟ من الخرنوب الذي الخنازير تأكل الفتات، فلم يعطيه أحد. لما رجع البيت أبوه ذبح له العجل الايه؟ العجل المسمن ده حوالي 600 كيلو لحمة لواحد، يعني كل مخ، في أكلة في مصر المخ، كل الطحال، كل الكبدة، عارفين الكبدة بيعملوها بطريقة، كل حاجة اسمها الكوارع اللي هي الرجلين، كل الريش مشوية، كل لحمة بامية وملوخية طبعا. تخيل لو انتوا بتاكلوا ملوخية، تخيل لو جابوا له خرنوب بعد كده، ياكل ولا ما ياكلش؟ ياكل ولا ما ياكلش؟ ليه؟ علشان كده النهارده اتمنى من كل قلبي، مش تاثير عاطفي،
انك تتامل في جراحات المسيح. قول امين. قال الخبز الذي اعطي هو جسدي الذي ابذله عن حياه العالم. يعني ايه؟ علشان انت تشبع روحيا انا هتصلب ويحط الشوك على راسي ويخرموا ايديا بالمسامير ورجليا ويجلدوني واحتمل عقاب الخطيه في جسدي. علشان انت لو امنت بالصليب تتغير. ان كان احد في المسيح فهو. هسألك سؤال، روحيا بتشحت؟ يعني بتشحت يعني بتاكل اي حاجة؟ مش بتكلم انا على اكل الجسد سندوتشات، لا بتكلم على فيلم قذر، علاقة نجسة. فاهمين كلامي ولا مش ما هم فاهمين ولا انا اللغة هم العاملين هم مش فاهمين ليه؟ انت فاهم كلامي؟ كل مرة بتشوف فيلم وحش، كل مرة بتعمل علاقة مش من حقك، خارج جواز وكذا، اعرف انك انت ما شبعتش بالمسيح، صدقني. فده الخبز. يعني ايه الخبز؟ تشبع ان المسيح اتصلب بدالك. مين يقول امين؟ طب والمية؟ المية هقول لك آية اختم بها كلامي، لان النهاردة اليوم الثالث والاخير، في اليوم الاخير العظيم من العيد وقف يسوع ونادى قائلا: ان عطش احد فليقبل الي ويشرب. اسمع اللي جاي: من امن بي كما قال الكتاب تجري من بطنه انهار ماء حي. يعني مش ترتقي بس، تبقى سبب ارواء لملايين. حد يعرف نهر النيل بيروي كم شخص؟ حوالي كم يعني؟ طب كم دولة؟ 11 دولة. كانوا 10 وبعدين لما بيجي في جنوب السودان وشمال السودان بيجي 11. يعني أكتر من 400 مليون شخص بيشربوا من نهر الإيه؟ أتاري ربنا قال لو أنت شبعت بالمسيح وارتويت بالروح القدس يخليك أنت تكوني تبشري وتخبري بالمسيح وملايين الناس يؤمن ويقبل المسيح من خلالك. هي دي المية الروحية، الموية يعني. يبقى ايه الشبع الروحي؟ المسيح قال انا هو خبز الله. طب والمية الروحية؟ هي الروح القدس اللي يملاك وتطلع ينابيع مية. مين النهاردة فعلا اختبر مرة او مرات كان ممتلئ بالروح القدس وكلم اصحابه حتى بعاد خالص عن المسيح وتأثروا جدا وربحهم للمسيح؟ حصل معاك؟ نشكر الله، باين على وشك حتى الفرح، نشكر الله. يبقى أنا عايز أتكلم على الخبز، على الشبع والارتواء باستمرار. أقصدين، أقصد أنك تكون بتاكل من المسيح. قال المسيح: من يأكلني يحيا بي، من يقبل إلي فلا يجوع، ومن يؤمن بي فلا يعطش أبدا. تاكل تشبع بالمسيح، قول أمين، وترتوي من عمل الروح القدس. مين؟ قول امين. طب هتقول لي اخذك، انا بختم كلام، هتقول لي طب انا مش عارف نفسي اكلت ولا ما اكلتش، ارتويت ولا ما ارتويتش. شوف حياتك، اذا لسه بتدور على اكل العالم، كل همك في الحاجات الوحشه والمسلسلات، سجاير، مخدرات، شتيمة، علاقات، يبقى انت لسه ما شبعتش بمين؟ لان النفس الشبعانة تعمل ايه؟ وللنفس الجائعة. اذا انت لسه دايما اي حاجة الله حلوة دي وتعمل خطية في السر، في الظلام، في الظلمة، اعرف انك انت لسه ما ارتوتش من الروح القدس. لكن لو الروح القدس ملاك هتبقى مؤثر في كل اللي حواليك. تكلمت ثلاث كلمات، المصلي جبار. مين يقول له اجعلني رجل صلاة يا رب في اسم الرب؟ اثنين، كرم لا يتأثر بالأقدار. ما تخافش، رب من عنده غربان وعنده نهر كريس وعنده امرأة مش هيسيبك أبدا. مين يقول أمين؟ وحتى اللي انت متكل عليه ما تتكلش عليه، تتكل على الرب. يعني نهر كريس هيجف بس تتكل على مين؟ ولو رب شايف خير انك تسافر النهاردة مفوضية بكرة هتقول لك، ولو ما قالكش سافر يبقى هيكرمك ويقف معك هنا بأمانة.
لأمانة ده صوت الرب ليا أن أقوله لكم النهاردة قدام الله. إليا ده كان غريب من مستوطني جلعاد وانتم كنتوا غربة هنا, بس الرب واقف معكم. مين يقول أمين؟ بس النقطة الثالثة والأخيرة, شبع وارتواء باستمرار. هل روحك شبعت بالمسيح ولا بترنم بس من برة؟ في يعني مثل مصري يقول لك من برة الله الله. تعرفوها منين دي؟ في السودان موجود ولا مصري بس برضو؟ طب اللي جاية دي مش موجودة في السودان. تيتي تيتي زي ما رحتي زي ما جيتي. يعني ايه؟ يعني رحت الكنيسة رنمت وبتاع وبعمل نفس الخطية رجعت تاني. لا, انا عايزك النهاردة في اسم المسيح الرب يغير حياتك. قول امين. ان كان احد في المسيح فهو خليقة جديدة, الاشياء القديمة هو ذا الكل. غمض عينك وصلي معايا. تعال نقف كده مع بعض كلنا قبل ما نكمل ترنيم وصلاة. مين النهاردة؟ الأول خلينا ناخد دقيقتين نشكر الله فيها. أشكر ربنا على كل أحوالك. على فكرة يمكن أنت متزمرة أو أنت متزمر, بس ما تنساش أن في ناس لسه في السودان أساسا مش قادرة تيجي, وما تنساش أن في ناس ماتوا للأسف في الطريق. مش بقول لك إحنا أحسن منهم خالص. الذين سقط عليهم برج سلوام وماتوا ما كانوش أسوأ من اللي عايشين. المسيح قال كده في لقى 13. لا, هو بيقول ان كل واحد ربنا بيديله فرص. حاجة تانية يقول له اجعلني رجل صلاة وقراية كتاب يا رب. قول امين. اسألي نفسك بامانة وخدي قرار. بتقعدي قدام الكتاب كم اصحاح في اليوم؟ قول له حببني في الكتاب المقدس يا رب. يا رب وجدت كلامك فاكلته فكان لي للفرح ولباجه. حببني في الكتاب المقدس. صلي يا رب ما يمرش يوم من غير ما اقعد قدام كتابك في اسم الرب يسوع وامتلئ بالكلمه يا رب. يا رب خلينا اصلي لاجل كل اخواتي واخواتي بشكل خاص اللي هم من السودان في الغربه يا رب, وحتى اللي بره السودان. اصلي للجميع صلاه لاجل جميع الناس يا رب. لكن النقطه الثالثه اللي انا الرب حاططها على قلبي, جسدك بياكل كسره وبياكل عصيده, نفسك بتاكل فسح ومزيكا مثلا, بس روحك مش هيشبعها الا اللي خلقك يسوع المسيح. من النهارده بيقول له يا رب انا عايز اشبع بيك يا رب, غيرني وابدا معك حياه. اشوف ايده مرفوعه كده قدام الله. قول له يا رب خلينا ادوس على العسل يا رب. يا رب النفس الشبعانه تدوس العسل, حررني من اي خطيه يا رب. يا رب ما ينفعش في الكنيسه ارنم واصلي وفي البيت والشارع والمدرسة أعيش في حاجة وحشة يا رب. يمكن الإخوة والجسيس مش شايفني, بس أنت شايفني يا رب, أنت شايفني يا رب. ومهما عاهد الجسيس أو عاهد نفسي أنا ما بتغيرش, بس أنا عايزك تشبعني يا رب. قولي له اشبعني اشبعني. من يقبل إلي فلا يجوع ومن يؤمن بي فلا يعطش أبدا. ممكن أخونا مينا ناجح تيجي صلي معنا دقيقتين خمينة لو سمحت. هنصلي كده ان الرب يشبع دواخلنا, يشبع ارواحنا. احبائي اشعر بحضور الرب بقوة في هذه اللحظات. صدقوني ما بعمل شكل ولا صورة, لكن حقيقة. صلي كده غمض عينك. صلي يا اختي. يا رب يا رب يا رب يا رب يا رب يا رب يا رب. امين يا رب يا رب يا رب يا رب. في قلبي آية ربنا حطها في قلبي. ملاك الرب ظهر لهاجر وقال لها يا هاجر يا جارية سراي أين تذهبين؟ من أين أتيت وأين تذهبين؟ ربنا بينادى عليك بشكل خاص جدا. أنا فارق معايا قوي لما نادى عليها وقال لها يا هاجر. مش بس هاجر بس, ده أنت اللي عندي سراي. ربنا النهاردة بينادى عليك بشكل شخص جدا. ربنا عارف احتياجك, ربنا عارف احتياجك, ربنا عارف انت جاي وعندك ايه الاحتياج اللي انت عندك. لو كان عندك احتياج جسدي, ربنا النهارده يمد ايده على جسدك ويشفيه. ربنا شايف الاحتياج المادي اللي انت جاي علشان بتصلي علشان تقول يا رب افرجها من عندك. ربنا شايف احتياجك المادي, ربنا شايف احتياجك لاجل اولادك وصلاتك لاجل اولادك
وبتصلي دموعك ليل ونهار عشان خاطر ربنا يفتقد ولادك وولادك. ربنا شايف الاحتياج بتاعك. يا رب يا رب يا رب نصلي النهارده يا رب ليله فيها شبع, يا رب ليله فيها شبع, يا رب فيها ليله يا رب تطعم كل حد فينا يا رب. نطلع من هنا يا رب نقول حقا قد راينا الرب يا رب. النهارده النهارده ايليا لما جه ملاك الرب لمسه وهو نايم تحت الرطمه, لمسه وقال له قوم يا ايليا كل, انت جعان يا ايليا, انت جعان قوم كل لان مسافه طويله عليك. يا رب بصلي النهارده كل اللي قدام يا رب, كل الخدام يا رب, كل الحاضرين, كل اللي بيتفرجوا يا رب على شاشات الكرمة في اسم يسوع المسيح, كل جعان في وسطينا النهارده يلاقي شبعه فيك, يلاقي شبع. انت قلت عن نفسك ان انا هو خبز الحياة. يا رب تعالى يا رب بحياة يسوع المسيح واشبعنا, اشبعنا يا رب. نفتح فمنا النهاردة وتملأ أفواهنا يا رب شبع, تملأ أفواهنا يا رب كلمة من عندك تشفي وتغير حياتنا. أنا بصلي يا رب إن زي ما شفت وكلمت موسى وقلت له يا موسى تعالى, أنا شفت مزلة شعبي, أنا سمعت صراخهم, أنا علمت أوجاعهم, أنا بقولك أنا قررت إن أنا أنزل ليهم عشان افتقدهم. النهارده ربنا جاي بيقول لك انا شايف وجعك, انا شايف مزلتك, انا شايف صراخك, انا شايف تعبك, انا شايف احتياجك. اطمن اطمن ما تخافوش, انا شايف كل اللي انت بتمر فيه انا شايفه, وانا نزلت لكي انقذك, انا جاي عشان اخلصك, انا جاي عشان انتشلك, انا جاي النهارده. وانت مش جايه صدفه, انت جاي النهارده عشان خاطر تنتشل, عشان خاطر ربنا يشبعك, عشان خاطر النهارده ربنا يرويك. قول يا رب رويني النهارده يا رب. مش هطلع مش هطلع. انا فارق معايا قوي يعقوب لما مسك, لما ملاك الرب ظهر ليه وقال له لن اطلقك ان لم تباركني, لن اطلقك ان لم تشبعني, لن اطلقك ان لم ترويني, لن اطلقك ان لم تضع يدك عليا وتطلقني. ارفع ايدك معايا وقول يا ربنا يا رب النهارده النهارده مش هطلع زي ما انا, مش هطلع زي ما انا يا رب. الاشياء العتيقه من النهارده قد مضت, والهوزة الكل, هوزة الكل, كل حاجه في حياتي تصير جديده في اسم يسوع المسيح, تصير جديده. امتلك قلبي يا رب, امتلك قلبي, امتلك قلبي, امتلك قلبي اللي فيه كل مخارج الحياه يا رب. القلب اللي فسد قلبا نقيا اخلق فيا يا الله, وروح مستقيمه جدد في داخلي يا رب. حط ايدك على قلبي ويخلق قلب جديد النهاردة. أنا عاوز أطلع النهاردة يكون القلب ده يا رب اختبر نورك, يا رب القلب ده يا رب اختبر الحياة لأنك مصدر الحياة يا رب. النهاردة النهاردة يا رب بتلامس معاك, بتقابل معاك مقابلة شخصية يا رب, انت بتناد عليها بشكل شخصي. أنا بشكرك لأجل الكلمة الخاصة اللي انت بعتها لينا النهاردة يا رب, بتقول اطمنوا أنا متحكم, أنا مسيطر على كل أمور حياتك, أنا شايف كل حاجة انت بتمر بيها, انا المتحكم, انا المسيطر. اطمن اطمن, لك اله قدير, ليك اله قدير, ليك اله قوية يده ومرتفعة وعظيمة يمينه. يا رب بصلي في اسم يسوع, كل اللي بيصلي النهاردة يرفع ايده, كل اللي طالب ربنا يقول له يا رب انا النهاردة بطلبك على حياتي يا رب, انا النهاردة يا رب بفتح قلبي, انا من النهاردة يا رب باخد قرار ان يكون في بداية جديدة, النهاردة يكون في صفحة جديدة, النهاردة يكون يوم يا رب يا رب في مقابلة شخصية بتقابل فيها وتغيرني وتمتلك قلبي ويا رب وتخلق في حياتي امر جديد في حياتي في اسم يسوع. يا رب من النهاردة من النهاردة بقدم توبة من قلبي يا رب. من النهاردة انا باجي قدام الصليب بركة عندك, انا بتأمل في جراحك, انا جاي يا رب بعمل صلح معاك, انا بقبل الصلح اللي انت قدمته ليا في الصليب. اقبل توبتي, اقبل توبتي, اقبل توبتي في اسم يسوع, اقبل توبتي يا رب. هاليلويا هاليلويا هاليلويا. انا كمان اشجعكم اللي من قلبه من قلبه من قلبه ربنا كلمه قال له النهارده انت بتاعي, انت اليوم تملكي. النهارده انا بشاور عليك, بقول لك سمعت صوتي, اوعى تقسى قلبك, لكن قرر ان تقول لربنا يا رب انا من اليوم انا الزول بتاعك, انا جاي عشان يبقى في يسوع في قلبي. امين. فاللي مقرر بجد بجد من كل قلبه من كل قلبه عزم من كل قلبه انه يقول لي يسوع انا الزول بتاعك اليوم والزمن ده زمن بتاعنا, يرفع ايده ويصلي معايا الصلاه دي. امين. يا رب يسوع
أنا بشكرك عشان أنت موجود في وسطينا. أنا بشكرك عشان تكلمتني كلام شخصي. أنا بشكرك عشان محبتك القوية. أنا من اليوم يا يسوع أنا ملكك، بدي لك قلبي، بدي لك حياتي. يا رب يسوع أنت قلت دم يسوع المسيح يطهرني من كل خطية. يا رب يسوع سمعني هذه الكلمة، مغفورة لك خطاياك، ولا أنا أدينك من اليوم، اذهبوا بسلام. أنا مصدق يا يسوع أنك شلت كل خطية على الصليب. أنا مصدق يا يسوع أن النهاردة من اليوم بتاعك وملكك، في اسم يسوع آمين آمين. هللويا هللويا. تحية كبيرة للرب يسوع. هللويا. هو وحده براك، هو مصدر الشبع، هو مصدر الارتواء، هو اللي فيه تسديد لكل الاحتياجات، في اسم الرب يسوع. تفضلوا استريحوا، تفضلوا استريحوا. أنا بودي شكر كبير ربنا لأجل الونسة الخاص بتاع الليلة. ربنا قصد في الليلة الأخير في النهضة إن يكون بيطمن قلوبنا. يمكن في زول كان جاي مضطرب، زول خايف، سبب زول بسبب ظروف الحياة بيقول كيف يحصل كده وكيف يحصل كده، وأنا أعمل شنو وأنا أسوي شنو. ربنا بيقول لك اليوم ما تخاف، أنا هعولك، أنا ههتم بيك، ما تخاف. حتى لو النهر نشف، حتى لو النهر نشف أنا موجود. ربنا فيه، ربنا فيه، ربنا كويس، ربنا كويس كل الوقت. حتى لو الظروف ما كويس ربنا كويس، حتى لو الظروف ما ماشي قدام ربنا بيخليك انت ذاته بتمشي قدام. هللويا هللويا. بس المهم انك انت تكون شبعان بالمسيح، شبعان بالمسيح. يا جماعة ده ما كلام ساكت، ده ما كلام ساكت. لو انا كل يوم انا بقع في الخطية ده معناته زي ما قال الدكتور زكريا انا لسه جعان، لسه جعان، لسه ما شبعت. لكن انا لو شبعت النفس الشبعانة تعمل شنو؟ تدوس العسل. تدوس شنو؟ عريش النفس الشبعانة بتعمل شنو؟ يعني ينفع نقول شيطان دوسو دوسو، خطية دوسو دوسو، نجاسة خلاص. ليه؟ لأن أنا النهاردة حصل لي شنو؟ شبعت. مش بس شبعت لكن كمان ارتويت. أنا النفس العطشانة ده بيدور كده على أي حاجة ترويه، لكن الرويان بالمسيح ما في حاجة ترويه غير المسيح. هللويا هللويا. احنا كخدمة نور للحياة بنشكر الرب لأجل الفرصة المبارك ده، وبنشكر رب لأجل قناة الكرمة اللي زاعت لينا الفرح والعرس الإلهي ده حوالين العالم. بنوديهم شكر في اسم الرب يسوع، وشكرا لأجل كل الأبونات المباركين اللي شاركوا في الخدمة. وأنا داير أقول ونسى مخصوص الخدمة ذاته ده اللي احنا فوقه، في ناس كتير يمكن ما ظهروا على التلفزيون ولا ما ظهروا هنا على الستيج ولا المنبر، لكن بيصلوا عشانكم وواقفين في الصلاة عشانكم، عشان نعمة ربنا توصل لكل زول بيشاهدنا حوالين العالم. خلينا نحييهم تحية كبيرة. أريج تعالي 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 تعالى حبيل تعالى. عايزين نختم الوقت ده واحنا بنكرم الرب واحنا بنسبح الرب تسبيحة قوية. عارفين تسبيح سخن ولا ما عارفين؟ عايزين حتى تسبيح سخن. يلا كده خلينا كلنا نجيف، يلا واشعروا بحرية في محضر ربنا، وفك الايد بتاعك كده وخلينا نسبح ربنا كده واحنا بنكرم الله في الزمن الاخير ده، في الفرصة قبل ما نختم بالصلاة الربانية والبركة الرسولية. واسيب الفرصة لأريج. عشان نسبح ربنا بالعربي بالترنيمة بيقول لولا كما عرفت الطريق. هللويا. لأنه لولا ربنا احنا ما كنا عرفنا الطريق.